في ايه يا جماعه؟ في ايه يا صافي؟ قول له قول له يا مجدي بيه. هتقوله ولا اقول انا؟ في ايه اللي بيحصل؟ ولا حاجه. امك يا سيدي زعلانه عشان نسيت اجيب لها هديه في عيد ميلادها. ده على اساس ان عيد ميلادها كان امبارح. ها؟ مروان انا اتظبطت ظبطه منيله ب60 نيله. ابوك بقى عامل زي الفانيلا. طب انتوا بتتخانقوا كتير قوي. سوري يعني ما تزعلش مني بس انا بقيت اكره البيت. بزعل لما اشوفكم عاملين كده ومش عارف اعمل ايه. مش متخيلة يعمل معايا كده وانا في الظروف دي. واحد وسخ اصلا منه رجال. عايزنا بقى بعيط على امي الصبح واتقلب من حضن راجل للتاني بالليل. تخيلي. معلش يا حبيبتي معلش. وبعدين انت ليه محسساني انك مصدومه فيه؟ ده ذنبها ذنبها يا حبيبه. ذنبها اللي هيفضل متعلق في رقبتي. انا اسف اني جيت قبل ميعادنا بس انا مخنوق شويه وما لقيتش حد اروح له غيرك. اتكلم انا سامعاك. انت كويس؟ انت كنت كويس ما كنتش جيت لك فجأة. انا بس زهقان من كل حاجة حواليا. البلد هنا حلوة اتربيت فيها بس مش لاقي نفسي وما عنديش حد اعرفه هنا. عارفة احساس لما تبقي عايزه تسيبي البلد اللي تربيتي فيها وعشتي فيها وتبتدي بدايه جديده في حته تانية بناس تانية ما عرفوش اي حاجه عنك غير اللي انت عايزاهم يعرفوه. وانت بقى فاكر انك لو سافرت الناس اللي حواليك هيبقوا مبسوطين؟ ماما وبابا ولا هتفرق معاهم اصلا؟ ماما وبابا هما دول بس الناس اللي حواليك؟ طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نعمل نفسنا ما نعرفش بعض وانك اول مره تشوفه. ويا سيدي ابدا حياتك من اول وجديد زي ما انت عايز. واحكي لي بس على الحاجات اللي انت عايز تحكيها بس ما تسافرش. فكره مش كده؟ بجد مش عارف لو ما كنتش اتكلمت معاكي كنت عملت ايه. ولا حاجه. انت اكيد هتتكلم مع واحده تانيه. للدرجه دي انا وحش كده؟ معلش انا اسف انها جايه متاخره بس اصل كنت مسافر ولسه راجع. كنت بقضي مصلحه المجدي. الباقي في حياتك يا جوجو. ربنا ان شاء الله يدخلها الجنه وجنه حلوه. بعدين يعني ما تحسسنيش ان انت كنت بايته في حضنها طول الليل. ماتت خلاص الله يرحمها. هي كانت كويسة؟ كانت كويسة قوي يا فرج. يبقى ربنا شايل لها حاجة حلوة. هي كانت زيك؟ لا يعني؟ لا يبقى ربنا شايل لها حاجة حلوة وحلوة قوي. قوي قوي. هي كانت طيبة؟ كانت طيبة وغلبانة. هما كل الطيبين بيموتوا مع بعض. انا كمان ابويا كان طيب. كان طيب قوي وحنين وجميل كده وسمح. كان حرامي غسيل. بس تعب علينا قوي وربنا احسن تربيه.
وديكي شايفة هو الله أكبر أنا وأخويا سيد. يا زم ربا يا أخويا. الله يرحم لك أمك يا جوجو. خلاص بقى عامل لك سلك خلاص. أنا عارف إن الأم بتوجع والأب كمان بيوجع والأخ والأخت ولو صاحب قريب منك برضو بيوجع، كل الناس بتوجع. انت طيب قوي يا واد يا فرج. يا بنت الغبيه انت لسه مكتشفاني؟ فرج من بره غير فرج من جوه خالص. انا مزدوج. انا كمان لعلمك بقى ليا قصه زي كده، عشان كده انا قررت ابعد واسيب اسكندريه. اسكندريه كان فيها بحر، هنا برضو في بحر بس بتاع لبنان مش بتاع اسكندرية. هشحطت ابويا وامي ورايا في الاقسام ليه؟ والله ابويا اصلا ما كانش معاه فلوس يقومني محامي ولا حتى 20 جنيه يديهم لامين الشرطة عشان ما يلسعنيش على قفايا. عشان كده بقى جيت مع العيال الوسخة اصحابي الدودي والطيار، جينا المجدي. سعيكم مشكور يا فرج. يلا يا اخويا يلا قوم روح يا اخويا يلا. ايه ده؟ ايه يا جوجو المعامله الجافه دي؟ طب اعملي لي كوبايه شاي عشان اسيح الحبايه. لا دي تشربها عند مجدي. يلا قوم يلا قوم كتكنيله في شكلك. مجدي نايم دلوقتي. كل كلمه وكل جمله اتقالت جوه العالم ده تعتبر سر من الاسرار، والسر ده ممكن يتحول لشهاده وفاتك لو فكرت تطلعه بره. شهادة وفاتك؟ مش مقتنع. ايه عاصمة لبنان؟ صنعاء. بتكلم بجد. مع اني مش عارف لوين بدك توصلي، بس بيروت. ومصر؟ القاهرة. والأردن عمان، والعراق بغداد. ومنغوليا. ما بعرف. أولان باتور. دايما الواحد بيعرف الحاجات اللي حواليه بس، لكن في حاجات تانية كتير لا بتيجي على باله ولا بيفكر يعرفها أصلا. معك حق، معرفة صعبة بس إنك تفهم أصعب. هاي يا لولا، ازيك؟ بقول لك ايه، انا نازله داون تاون دلوقتي، قابليني هناك يعني كمان شويه. متاخريش. سلام حبيبه. بتكتب على الورقه كل شيء عبالها تعمله، بس بعمرها ما بتنسى شو كتبت من بعد ما تكب الورقه. واذا في حال لقيتها عم تفتش على الورقه يعني حققت اللي كتبته. مشان هيك كل الوقت تستفيد من اللي حواليها باللي هي بدها اياه. من غير ما نحور على بعض خلينا متفقين على حاجه. اللي هي انها ذكيه وبتعرف تحقق اللي بتحلم بيه. بتحقق اللي بتحلم بيه بفلوس مجدي. مش كل حاجه الفلوس يا دودي. حبيبه عارفه هي عايزه ايه كويس وبتعرف تستغل الفرصه صح. وانتي ما بتعرفيش تستغلي فرصة صح يا جوجو. فرصة؟ هي فين يا حبيبي الفرصة دي؟ أنا أهم فرصة حصلت ليكي في حياتك يا جوجو، بس أنت اللي مش مركزة. لو بصيتيلي على إني فرصة هتتفاجئي. أنا كده كده يا حبيبي متفاجئة بيك. ادفع ادفع يا دودي عشان تعرف تفاجئني. ابهر كده بقى. تمام، اعتقد ما نسيناش حد. مش فاضل بس ان الراجل يطبع الانفيتيشن وابعتهم لك بالليل. بس في حد مهم ما عزمتيهوش. ابي يا بيبا ما تراجع ورايا. لولا ما بتنساش. نسيتي تعزمي صافي. نعم. انت عايز تعزمي صافي؟ ما هو اللي جابها الفرح يجيبها الاتيليه. يا بنت اللذينه تستاهلي يتقال لك ياس بيبا.
بس انا اسفه يا بيبا مش هقدر اجي. نعم ليه يا بنتي؟ يعني ما عنديش دراس جديد وما قبضتش ومش محوشه. بصي اني وايز انت لبستي وانا كده بقى مبسوطه لو انت اتبسطتي. طيب روح امي اتعلي الاتيليه خدي الفستان اللي انت عايزاه. طب والله تستاهلي يا سبيبه تانيه مش كده بقى؟ ايوه يلا. حلو قوي المايو ده، يا ريت صافي تيجي لنا بيه. اريان قوي يا بيبا، محتاجه كاش عليه. سينتيا هو شو الفساتين؟ هو اللي رجعوا مثل ما هن، وينو الديزاين اللي قررته مدام حبيبة على هيدا الفستان؟ وهيدا بده تجي ليه ما تضيق؟ شي كتير بسيط يعني. وهيدا ذكرى شو بده؟ شو حاطين عليه نحن؟ مش زرار؟ طب ليه ما نحطهم؟ يعني نام بقى. بعتوا الفساتين ولا ما بعتوا؟ لأنه ردوا لي مثل ما هن، ما بدي هيك غلطة تصير بعدين. بدي شي كل شي يكون واضح قدامي. عم تفهم علي؟ اوكي، بليز خذيهم وبكرة ماكسيموم. ازيك يا كريم؟ شو عم تعمل هون فرج؟ جاي اتشطف واخش اريح شوية. هكون بعمل ايه يا كريم؟ جاي اشوفك. بقولك ايه؟ بتبيعوا هنا مايوهات؟ ايه بنبيع؟